شهد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم ختام فعاليات التمرين البحري التعبوي فجر العواصف 23 بسلاح البحرية الملكي البحريني بقوة دفاع البحرين، والذي نفذه سلاح البحرية الملكي البحريني بمشاركة عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وخفر السواحل بوزارة الداخلية. ولدى وصول صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى سلاح البحرية الملكي البحريني، كان في الاستقبال الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، واللواء الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. وألقى قائد سلاح البحرية الملكي البحرينية كلمة ترحيبية بهذه المناسبة، رفع فيها أسماء آيات الشكر والعرفان لصاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على تفضله برعاية ختام التمرين، وعلى الدعم الكبير والاهتمام المتواصل الذي يحظى به سلاح البحرية الملكي البحريني من معاليه، ما كان له أكبر الأثر في تطوير قدراته وتعزيز كفاءته القتالية والتدريبية. وبعدها استمع معاليه إلى إيجاز أهم مراحل وأهداف التمرين. شرفني في هذا اليوم أن أنقل لكم تحيات سيدي صاحب الجلالة القائد الأعلى، وشكر وتقدير لكم على ما تقومون به من واجبات وأدوار أنتم إن شاء الله قادرين عليه باستمرار. ربط هذه التمارين مع الواقع والحقيقة، ويمكن سلاح البحرية هو بيكون من الوحدات الأوائل اللي يصطدمون بهذا التهديد، كما هو عندنا إحنا في القوات البرية وفي سلاح الجو. اليوم سلاح البحرية هو تقريباً الخط الأول، وأهلنا اللي قبلنا وأهلكم كلهم قاتلوا ودافعوا عن هذا الجزء من المنطقة العربية والإسلامية وحافظوا على عروبته ونجحوا، وأغلبهم كانت عملياتهم في البحر. طبعاً البر كان لهم دور أيضاً، لكن كانوا دائماً يقاتلون في البحر قبل البر، ويقاتلون بعيد عن سواحلهم وعن مياههم الإقليمية. واليوم أنا ملاحظ في تدريبكم في عملياتكم يجب أن نطور أيضا إمكانياتنا إن شاء الله في هذا المجال، فاستعداداتنا الأيام إن شاء الله والتدريبات وإجراء التمارين اللي بتعطينا الدروس اللي نقدر نستفيد منها للتحضير للمستقبل. وحضر ختام التمرين اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام، واللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، وعدد من كبار الضباط.